السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم كيف نصنع بخرة أروع بخرة على الإطلاق، لكن بالورق. الورق 4 دقائق بتكون جاهزة. وناخذ ورقة هيك، ونطويها هيك على ما بتشوفوا هيك، نطويها هيك مثل ما نعمل صاروخ. ناخذ المكان المناسب وهيك بنا نعملها. هيك تكون مناسبة، نطويها هيك وبعدين بنطويها هيك. هاي الجدعان بنطوي الأول هيك، نطوي التاني هيك. هاي الشكل نقلبها هيك، نطويها كيف بتشوفوا هيك هاي الشكل، نطويها هيك وهيك. بصبحة بصبحة صاروخ أسف بخرة رائعة كيف بتشوف. حتى جرأة إذا كانت الكتاب مكتوبة. السلام عليكم.